اهلا وسهلا فيك مرة ثانية معنا في هذه الدورة في هذا الفيديو راح نشرح كيف نستخدم برنامج انريل انجن 5 حنشرح الاشياء اللي شايفينها في الشاشة قدامنا قبل ما ابدا شرحها بدي ادلك على شغلة احنا سويناها على موقع arabgamedev.com راح تلاقي في القائمة هون توثيقات انريل انجن الان في توثيقات انريل انجن تدخل على توثيقات انريل انجن 5 راح تلاقي ملفات بتهمك كيف تستخدم برنامج انريل انجن 5 الملفات هذه بضل نرفع فيها احنا دائما راح تلاقي كثير من التفاصيل اللي راح تفيدك الان في الفيديو الماضي احنا تعلمنا كيف تحميل برنامج انريل انجن فراح تلاقي هون الملفات اللي مفيدة لإلك يعني على سبيل المثال عشان تنزل انريل انجن 5 لازم تثبت ايبك جيمز لانشر بعدين تسوي حساب وراح تلاقي التفاصيل بالصور. الآن خلينا ندخل على مواصفات الأجهزة كمان في الفيديو الماضي شرحنا مواصفات الأجهزة إنه يكون ويندوز 10 64 بت وشرحنا كمان ويندوز 7 إنه ممكن يكون وأنا ما بعرفش إذا شرحناها بس ويندوز 7 ممكن يشغل البرنامج. الآن إحنا كمان راح تلاقي في هذه الشاشة تفاصيل كيف تستخدم برنامج Unreal Engine 5 يعني على سبيل المثال واجهة المحرر راح تلاقي الآن شوف الشاشة هون احنا شرحناها بالصور راح هي نفس الشاشة اللي قدامنا هون فراح تلاقي انه رقم واحد فوق رقم اثنين رقم ثلاثة اربعة وين اربعة راح تلاقي التصنيف اربعة خمسة ستة سبعة كل واحدة من هاي الارقام في جدول حطينا وسميناها باللغة العربية حتى يسهل عليك فهم برنامج انريل انجن 5 الان راح تلاقي كل واحدة بالتفاصيل رقم واحد اثنين وراح تلاقي كل الشرح لكل زر موجود حتى لدرجة راح تلاقي بعض الملفات اللي هي فيها فيديوهات وصوت واشياء صوتية خلينا نشوف مثلا تنسيق مصطلحات واجهة المحرر متصفح واجهة متصفح المحتوى كنت براوزر بجميع الاحوال راح تلاقي نفس الشرح بطريقه احترافيه حطينا لك اياها جوا الموقع تمام الان خلينا نرجع لبرنامج انريل انجن 5 ونبدا شرح الاشياء الموجوده عندنا راح نظبط الصفحه بيتنا بطريقه تسهل علينا العمل زي ما كنا نشتغل في الدورات السابقه على انريل Engine 4 الان خلينا نبدا اول شيء في اليسار في عندنا شعار انريل انجن بعدين عنا فايل اديت ويندو مثلها مثل اي برنامج فيها الخواص الكبسات اللي احنا بنكبسها دايما سيف اول نيو ليفل في عنا الاديت والويندو والتولز الاشياء اللي بنقدر نضيفها جوا الشاشة تبعيتنا بعد هيك عنا اللي هو هذا الاسم المكتوب هون مينيمال ديفولت اللي هو اسم الليفل او المستوى اللي احنا فاتحينه بعدين انت بتلاقي تابس جديدة بتقدر تفتح ملفات اضافية خلينا نفتح ملف على سبيل المثال هاد الان لاحظ انت فتح لي بره انا بقدر أحط تاب هون فبصير اتنقل بين التابس وانا في نفس البرنامج والبرنامج مفتوح بسهل علينا شغل كثير تمام الان هذه منطقة التابس هذا الصف اسمه تول بار هذا الصف اسمه تول بار هي بيكون في الاشياء الاكثر استخداما في برنامج Unreal انجن الان في عندك هون بتلاقي كيف بدك تم ايش بدك تستخدم جوا تصميم اللعبه راح نشرح كل واحد من هدول او اغلبهم في الفيديوهات القادمه عندك هذا الزر هو التخزين سيف عادي بعدين عندك هون كمان كيف بدك تضيف الاشياء اللي هي الاكثر اشياء بنستخدمها فحط لك اياهم بسرعه عشان تضغط اذا إيه بدك تضيف اكتر بان كليتها موجودة هون بعد هيك عندك هاي تفتح منها البلو برينتس فعندك هون البلو برينت مثلا الاوبن ليفل بلو برينت اللي هو البلو برينت تبع نفس المستوى اللي احنا فاتحينه شوف اخد نفس الاسم وهذا البلو برينت تبعها خلينا نطفيه عندنا هون هاي الاشياء اضافة افلام وسينماتكس وسيكونس عندك هون عشان تبدأ اللعبة الان ضبط اللعبة تبعيتنا نضغط اسكيب على الكيبورد نطفيها عندك هون البلاتفورمز ايش بدك تشغل اللعبة على الاي او اس على الابل يعني الايفون الاندرويد جوجل بلاي ولا الكمبيوتر ولا لينكس وايش بدك على اي جهاز بدك تشغلها عندنا فوق هون مكتوب الاف بي اس اللي هو اسم الملف اللي احنا سميناه وعلى اي فيرجن بيشتغل مهم جدا تطلع على المعلومات هاي انها بتسهل عليك انك بعدين لما تنقل اللعبه من ملف لملف او من فيرجن لفيرجن انه تعرف انك تقدر تنقله او ما بتقدر تنقله بعدين عندنا ميني صغير تصغير بعدين هاي تكبير وبعدين هاي اغلاق عندنا كمان هون السيتنجز اللي هي السيتنجز اللي رح نستخدم بعضها زي بروجكت سيتنجز وورد سيتنجز خلينا نفتح بروجكت سيتنجز مثلا حيفتح لنا النافذه الان لما احنا كنا نضيف بالفيديوهات القديمه الانبوتس تبعيت التحريك تبعتنا كنا نضيفها من هون حنتعلم حنستخدم كل هدول في الفيديوهات الجايه الان عندنا هنا في في النص الفيو بورت مكان عرض الاشياء الموجوده جوا الشاشه هذا حنشرحه بفيديو خاص فيه عندنا هون الاوتلاينر كان اسمه بأنريل Engine 4 وورد اوتلاينر الان هذا بيحتوي على فيه على كل اشي أنا اضغط على تشير انا حدد الكرسي هاي الان في الكرسي الثاني تشير حدد الكرسي هاي اذا بمسحه انا من منطقة هاي حيمسح من العالم بعدين عنا ديتيلز التفاصيل الموجودة لكل مجسم جوا اللعبة تبعيتنا في عنا ديتيلز احيانا ممكن يكون اكتر عادي ممكن يكون اي اشي بيطلع لنا التفاصيل الخاصة فيه طيب الان في اشياء ناقصه كنا نستخدمها في انريل انجن 4 خلينا نضغط على تولز عفوا على ويندو نضغط على بليس Actors الان زمان لما كنا نستخدم كنا نستخدم هذه نضيفها في انريل انجن 4 طبعا الطلاب الجدد هذه القسم اللي احنا عندنا هون مثلا اكتر اللي هي بدك تضيف ممثل جديد على اللعبه اي شيء بتضيفه جوا العالم تبعك يعتبر ممثل في اللعبه اللي احنا بنصممها كنترول زد خلينا نتراجع عنه الان في الكاركترز زبان اللي هي البيدق اللي بتستخدمه في اللعب انت مثلا او الشخصيات تنضاف من بليس اكتر خلينا نصغر هاي شوي زي هيك الان تقدر تضيف طبعا انت الاناره من هون الاشكال التفاصيل كلها اللي بتنضاف في العالم احنا في هاي الدوره حنستخدمهم حنستخدم كميه كويسه منهم هيتعلم على كتير اشياء خليك معنا في الدوره حترت... حتفهم كل التفاصيل في هاي الشغلات قريبا جدا القسم السفلي كنا نستخدم الكونتنت اذا بتضغط كنترول سبيس لاحظ فتح لي الشاشة هاي اللي هي اللي فيها كل الملفات تبعية المشروع الكونتنت طبعا اذا تضغط على هاي بثبت لك اللي هي في اللي اوت تبعك اضغط عليها لاحظ انت هون ثبتها تحت احنا كنا متعودين نحطها زي هيك فصارت كنت البراوزر محطوط وثابت فبتصير انت تتحكم جوا اللاب تبعيتك وتتنقل بين الملفات تبعيت المشروع الان الملفات اللي هون كانت زمان مثبتينها عادي في البرنامج انريل انجي 5 بامكانك ان تضغط كنترول سبيس تفتحها وكنترول سبيس تنزلها بس انا عن نفسي حثبتها انا متعود اشتغل بالطريقه هذه وبتقدر تتنقل بين الملفات تبعت المشروع طبعا من المهم جدا انك تعرف انه كل ملفات المشروع تبعت انريل انجن 5 بالاستثناء اللي راح تستخدمها في المشروع راح تكون في ملف اسمه كونتنت لا يمكن انك تجيب اي ملف او شخصية او لون او اي صوت او خط الا لازم يكون موجود جوا هذا الملف الان هذه شاشة انريل انجن 5 قربنا لكم اياها قدر المستطاع في الفيديو الجاي هنبدأ نتحكم أو نشرح تفاصيل الفيو بورد في نص الشاشة المنطقة اللي فيها العرض تبع اللعبة في أمان الله بشوفك في فيديو اللي بعده